انت كصاحب بيزنس حاولت بكل الطرق انك تحقق اهداف شركتك، عينت احسن موظفين، جهزت ميزانيه محترمه للمشروع، وكمان اخترت موقع متميز للمشروع بتاعك، وبعدين فكرت ان انت محتاج حد في التسويق فجبت حد متخصص في الموضوع ده، لكن لسه برضه حاسس ان الدنيا مش ماشيه صح، في حاجه ناقصه. اللي انت محتاجه فعلا هو انك تتعلم التسويق بنفسك، وهو ده اللي احنا ان شاء الله هنساعدك بيه في ثقتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع حضراتكم مهندس مصطفى عثمان، انا مدير شركه رقميه وخبره اكتر من 10 سنين في مجال التسويق الرقمي والميديا الرقميه. ان شاء الله تعالى هكون معاكم بعد العيد في كورس جديد ومختلف من نوعه، الكورس بعنوان التسويق لاصحاب الشركات او ماركتنج فور بزنس اونرز. في الكورس ده ان شاء الله تعالى هنتكلم عن مواضيع التسويق الاساسيه اللي تهم اي صاحب بزنس، كمان هنتعرف على الادوار الرئيسيه اللي بيقوم بيها اي مسوق، وهنبدا ندرس الاربع ركائز الرئيسيه اللي بيقوم عليهم اي عمليه تسويق. هنبدا نشوف ازاي بنطور المنتج او الخدمه اللي احنا بنقدمها، ازاي نقدر نعمل له تسعير مناسب، كمان ازاي نقدر نختار اماكن التوزيع اللي احنا هننزل فيها المنتج او الخدمه، واخيرا ازاي نقدر نعمل له الدعايه المناسبه ونوصل بيه للشريحه اللي احنا عاوزينها بالظبط. المره دي احنا بنحاول نقدم الموضوع بشكل مختلف شويه، بمعنى ان احنا بنشرح اساسيات التسويق وفي نفس الوقت بنطبق على مشروع كامل من الالف للياء، ده بالاضافه ان في مشاريع كامله انتوا هتطبقوا عليها بنفسكم، وانا بالمناسبه صاحب شركه قبل ما اكون مسوق، فانا هنقول لكم ان شاء الله تعالى الخبرات الفعليه والعمليه اللي عشناها في عمليه التسويق. كمان ان شاء الله تعالى الناس اللي هتحضر معانا الكورس ده هنقدم لهم خدمه استشاره مجانيه في عمليه التسويق مقدمه من شركه رقميه، وبالتاكيد بيكون في عروض وخصومات على كل الكورسات اللي احنا بنقدمها اونلاين على موقع يوديمي. وعشان يكون ختامه مسك، عديتنا ليكم السنه ان شاء الله تعالى ان الكورس ده هيكون مسجل ومتاح اونلاين على موقع يوديمي بشكل حصري لكل الناس اللي هتسجل معانا ان شاء الله خلال الشهر الحالي. فلو حضرتك صاحب شركه قائمه بالفعل او لسه هتبدا مشروعك الخاص او انت واحد بيشتغل في مجال التسويق الرقمي، يبقى لازم حضراتكم كلكم تحضروا الكورس ده، لانه فعلا هيساعدكم ان انتم تحققوا اهداف الشركه بتاعتكم. هتلاقوا في وصف الفيديو ان شاء الله تعالى كل التفاصيل اللي انتم محتاجين تعرفوها عن الكورس، المواعيد، التكلفه، العروض والخصومات اللي احنا بنقدمها. نتمنى يا رب كل اللي احنا بنقدمه يكون عند حسن ظنكم، ومنتظرينكم في كورس التسويق لاصحاب الشركات او ماركتنج فور بزنس اونر. عيد سعيد عليكم، كل سنه وانتم طيبين.